بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. مشاهدين الكرام، متابعين برنامج الجريء، أهلا وسهلا بكم على شاشة الصحة والجمال. طبعا كل مرة بنبدأ الحلقة بنقول مفيش حد هيعرف يشتت المصريين، علشان احنا في رباط ليوم الدين. الناس اللي قاعدة برة على الشاشات المأجورة الفضائية الإخوانية اللي هي عاوزة تهدم مصر، احنا بنقول لكم بكل أدب وبالراحة مفيش حد هيعرف يشتت المصريين، دي أمة في رباط ليوم الدين. النهاردة معانا فقرتين. طبعا أنا كل ما أهرب من محافظة السويس، هي بلدي، بيجي لي منها استغاثات وبيجي لي منها يعني مشاكل وبيجي استجابة من المسؤولين. بننزل بكاميرا برنامج الجريء وبنزل بنفسي مع السادة المسؤولين، بسجل معاهم وبعرض السلبية والإيجابية. طبعا احنا زي ما احنا اتفقنا معاكم في كل حلقة، ولا بنعرف نشتغل من اكيو ولا بنعرف نبص على سكريبت ولا الكلام ده. الحاجة بنقولها صريحة أمام السادة المشاهدين. فياريت ياريت ياريت الناس اللي بتبعت لنا رسائل على صفحة برنامج الجريء من خلال فيسبوك، أنا ما بعرضش حاجة إلا بمستند. أي مشكلة هتتعرض بمستند، لإما صاحبها يكون موجود معايا في الاستوديو لأن يمضي إقرار على نفسه. لكن أنا عمري ما هعرض حاجة بكلام مرسل، وده عاوز يتهم ده بالباطل، وده ليه مشكلة مع ده، ودي ليها مشكلة مع دي. احنا ما عندناش الكلام ده نهائي. البرنامج عندنا برنامج محترم، شاشة محترمة، بنعرض كل حاجة باحترام وبأدب، اللي ليه حق بياخده. وزي ما احنا عارفين كل مصلحة فيها الصالح والطالح. عرضنا الحلقة الماضية الجمعة الماضية عرضنا محافظة الفيوم، كان في ناس اللي هم الفسدة اللي بياكلوا قوت الشعب، حرامية الدقيق اللي هم بيطلعوا بالدقيق المدعم ده، وبيلاقينا توك توك وبياخدوا اللي هي الشكاير أو الشولة وبيبيعوها في السوق السوداء. ده قوت الشعب، هم دول الناس الفسدة، الناس اللي كانت عاوزة تقوم من شهر ونص ولا شهرين، يقوموا ثورة جديدة في مصر عشان يعرفوا يسرقوا، علشان يعرفوا يحضروا التكاتك اللي كانوا محضرينها وبيسرقوا بيها الدقيق، يسرقوا بقى المحلات ويسرقوا بتوع الذهب ويسرقوا الناس اللي هي قاعدة في المحافظات اللي مرتاحة. كل واحد يا جماعة ياريت ياريت يخلي باله من مصر. مصر مستهدفة من الداخل قبل الخارج. يا ريت يا ريت، تاني مره بقولها على الهوا مباشر اهو امام الساده المشاهدين وامام المسؤولين، يا ريت نخلي بالنا من مصر. مصر غاليه علينا، مصر ام الدنيا، مصر اتذكرت في القران، مصر اتذكرت في اسفار العهد الجديد والقديم في سفر التكوين. يا جماعه مصر غاليه علينا، وزي ما احنا قلنا مفيش حد هيعرف يشتت المصريين. الناس اللي قاعده على الشاشات المأجورة بره اللي عمالة تقول رئيس الجمهورية السيسي والجيش والشرطة واقتلوا جنوده واعملوا، مفيش الكلام ده. الناس دي قاعدة بره قبضة دولارات، الناس دي بتقبض دولارات عشان يهدوا مصر، ومصر مش هتتهد، عمر مصر ما هتتهد. خلينا نحب مصر، خلينا نخاف على بعض، خلينا لو لينا مشكلة مع بعض نحلها مع بعض. التواصل الاجتماعي والصفحات الوهمية، الصفحات المضروبة اللي بتشهر بالناس، واحد فتح محل يقول لك ده راجل بيبيع مخدرات، واحد ركب عربية يقول لك ده بيبيع آثار، راجل بنى أبراج يقول لك ده مش عارف إيه. يا ريت نخلي بالنا ونبص لنفسنا ونبدأ بنفسنا قبل ما نبدأ بعيوب الناس. صفحات الوهمية النهاردة الفيسبوك بيستخدموه غلط. اللي داخل يشرب مية بيقول أنا شربت مية، اللي داخل يجيب سندوتش أنا كلت، أنا مش عارف إيه. يا جماعة الفيسبوك مش كده،
فيسبوك دوت حاجة كل سنة وانت طيب، في عيد، في رمضان، الكلام ده مش للتشهير، في معلومة إعلامي بينزلها لك، صحفي بينزلها لك، ناس عندها مصداقية بينزلوا لك شغل عشان تعرف بلدك ماشية ازاي، تعرف دولتك ماشية ازاي. مصر دولة عظيمة، مصر عمرها ما هتقع، الخونة اللي قاعدين بره عمرهم ما هينولوا أو مش هيوقعوا مصر بالبلدي كده. يا ريت ما نسمعش للشاشات المأجورة ونقعد أمامها، يا ريت نخاف على بلدنا، كل واحد يخليه في مصلحته، كل واحد يخليه في نفسه، ملهوش دعوة بغيره، لأن جايلنا مشاكل كتيرة قوي على صفحة برنامج الجريء. لو احنا عرضنا المشاكل دي هنقعد للسنة الجاية نعرض فيها ومش هنخلص، وبدون مستندات. يعني مشكلة المشاكل دي بدون مستندات. طبعا زي ما قلنا كل مصلحة فيها الصالح والطالح، واحنا جبنا سيرة الثورة اللي كانت هتقوم، والحمد لله ربنا نجانا من شهر ونص، وفي رجالة محترمين وقفوا في المحافظات. احنا قلنا هنكون معاكم بكل صراحة، من الصعيد لاسكندرية، هنكون معاكم في جميع محافظات مصر، هنكون معاكم في كل حارة، في كل زقاق، هنخش معاكم على مكاتب المسؤول، لان ده شغلنا احنا اعلاميين، رأي عام في الشارع، لازم ننقل الصورة بكل مصداقية، عندنا الرأي والرأي الآخر، حتى اللي بننزله وهو مثلا مش عامل حاجة بيقول أنا مظلوم، بنقول حق الرد مكفول. إعلامنا إعلام بناء، بنبني بلدنا، إعلام منهجي. بعد الثورة عارفين مفيش ثقافة تعامل، الثقافة رايحة. النهاردة التعليم، المدرسين، الواحد كان زمان وهو رايح مدرسته كان بيبص بيشوف المدرس جاي من بعيد ولا ماشي، ممكن كنا نمشي من الشارع التاني عشان ما يشوفناش بنخاف منه. النهاردة الطالب بيقف مع المدرس في الشارع للأسف بيمسك قدامه السجارة. النهاردة البنات الطلبة بيطلعوا على المدرسة بيروحوا الكافيهات، بيروحوا الكافيهات. يا جماعة ركزوا معايا شوية، يا ريت نخلي بالنا من أولادنا، يا ريت نخلي بالنا. الأب مش عيب يابا، مش عيب يابا إما تشوف بنتك طالعة بشنطة كبيرة كده أكنها راحة رحلة شرم الشيخ ولا راحة الغردقة، شوف انتش من عليها الشنطة، فتش الشنطة شوف فيها إيه، إذا كان فيها عباية خدها قطعها وكسرها وكسر لها دماغها، فيها أي حاجة، فيها مشط، فيها حاجات أدوات ما تخصش التربية والتعليم، خدها واكسر بنتك. وانت يا ابويا خد ابنك شوفه، اذا كان شايل علبة سجاير، ولاعة، كبريت، شوفه. نشوف عيالنا يا جماعة، الاولاد بيروحوا. النهاردة السيد، هنبدأ بنقول بمحافظة السويس، السيد محافظ السويس طلع قرار زي بقية المحافظات بالظبط، الكافيهات اللي بيقعد عليها الطلبة تتقفل وتتشمع عشان بينزلوا لهم شيش، وده قرار صح. زي بره الدروس الخصوصيه بتطبق على جميع المحافظات، قفل السناتر، وده صح مش غلط، واللي يزعل مني يزعل، وعندي مدرسين كتير قوي 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 اصحابي اللي يزعل مني يزعل. كفايه بقى دروس خصوصيه، عاوزين نعلم، انا لسه جاي من اوكرانيا، ايه اللي يخليني اروح اتعلم في اوكرانيا بره ادرس ماجستير ولا دكتوراه ولا، ما انا عاوز مصر، عاوز دولتي. بس يا جماعة يا جماعة لله، عشان خاطر المولى عز وجل يبقى في رقابة على التربية والتعليم شوية، الرقابة من أولياء الأمور في البيت، والرقابة من المديريات على جميع المحافظات. طبعا أنا هرجع لكم، هي مش مشكلة، عندنا في محافظة السويس أحد المواقف العشوائية. طبعا الموقف ده في نطاق حي السويس، الموقف ده بيودي السرفيس بتاعه من السويس لرمسيس مباشر، بيركب منه الموقف ده دكاترة وضباط، وبيركب منه طلبة والكلام ده. طب يا ريت تطلعني فاصل، يا ريت تطلعني فاصل. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم من جديد. طبعا كنا بنتكلم في أحد المواقف العشوائية أو أحد المواقف بمحافظة
السويس بنطاق حي السويس. طبعا في موقف هناك، الموقف ده كان عبارة عن وكر. الموقف ده كان فيه ناس بتقف فيه بتبيع مخدرات، وكانوا بيأذوا الناس، والموقف كان كله زبالة، وكان كله يعني حاجة بيئة مفيش حد يطيق يمشي من جنبها. وكان جنبه مسجد، وأمامه مدارس، والطلبة طالعة، والناس بتخاف تعدي بالليل، والشارع الشارع نفسه فيه مستشفى متهيألي اسمها السراج المنير، وفي طبعا وراء المستشفى السويس العام معروفة جدا. الشارع الناس كانت بتخاف تخش فيه وبتخاف تمشي منه، شارع ضلمة وفي كلاب ضلة مسعورة، وفي زبالة، وفي ناس بتخش مطاردين كانوا بيناموا فيه. كان عبارة عن وقر. الناس هناك ناس محترمة، ناس بتخاف على بلدها. هناك في سواقين وفي أصحاب سيارات واقفين هناك، وفي ناس كانت يعني في يوم من الأيام أشقية وربنا كرمها وتاب عليها وشغالين شغل هناك بالحلال. فطبعا الناس دي شغالة هناك بيساعدوا الناس اللي هي تركب تطلع السير اللي هو على رمسيس. ما فيش في الموقف اللي هو الرسمي من السويس لرمسيس، بياخدوا الناس بيودوهم منطقة اسمها الأربعة ونص، ويغيروا عربية تاني ويبهدلوا الناس، واللي نزل مش عارف في آخر منطقة ما، واللي نزل مش عارف ايه، والتاني يركب رمسيس من قدام، وشغلانة كده بيتعبوا المواطنين. فطبعا الموقف ده من حي السويس بيركب الناس، بيركب من دكاترة لضباط لطلب الجامعة لناس حالات خاصة بتروح بتكشف اسكان في عين شمس ولا في الدمرداش ولا في اي مستشفى ما في القاهرة. الناس دي هناك بتسهل الامور على المواطنين. فطبعا ياريت فريق الكنترول يعرض لي صور للموقف ده، ياريت يعرض لي الصور للموقف عشان نوري السادة المسؤولين امام الشاشة كده اللي الموقف ده كان عامل ازاي، ونوريهم الناس. يعني ادي الموقف اهو امامنا، دي كانت محطة اتوبيس وبقت مهجورة، كان بينام فيها البلطجية والحرامية وبيتباع فيها مخدرات، وكان معشش فيها الكلاب الضالة. الناس هناك السواقين واللي ماسكين الموقف، الناس اللي ربنا تاب عليها وماسكه الموقف، جابوا لوادر بالطريقة دي بحاجة ظريفة جدا، ولا هم ناموا على الأرض ولا في نيتهم يناموا على الموقف ولا الكلام ده. ده بينظفوا على أساس يدخلوا فيه العربيات اللي بتروح رمسيس. آدي الموقف أمامنا بقى بالشكل ده. نزلت لجنة الإشراف على المواقف قالت للناس اللي واقفة بتاعت رمسيس، احنا عاوزين نساعد بعض وندخل السيارات اللي هي بتودي السلام، والموقف التاني بيودي السادات وبيودي بور توفيق، وبقى مناظر جميلة. المنظر كان بالشكل ده أمامكم أو أمام السادة المسؤولين، أمام إدارة المرور، أمام مديرية الأمن، أمام جهاز التجميل والنظافة. الموقف بقى بالطريقة دي وبالشكل ده، جابوا معدات على حسابهم، شالوا الزبالة وشالوا الكلاب الضالة ودخلوا شالوا الناس اللي بتبيع مخدرات، مشوهم من هناك. وبقى الموقف هنعرضه بشكل جمالي برضو بعد ما نشوف الصور. ادي الموقف بقى بالشكل ده كده، فاضي ما فيهوش زباله، ما فيهوش الكلام دوت، ما فيش حد هناك بيروح يبيع ولا مخدرات ولا الكلام دوت، ولا حد يقدر يعدي اصلا يخطف شنطه من واحده ولا يعاكس واحده ولا يعاكس الطلبه اللي ماشيين ولا الكلام ده. احنا كان امامنا المنظر السيء البذيء بالطريقه دي. الناس هناك في الموقف اللي ماسكه الموقف نظفت الكلام ده على حسابها، وناس هناك بتحب بعض، وناس هناك بتخاف على بعض، ويعني ما بيستحملوش حاجه عن بعض. مش كل واحد يتخانق مع واحد يروح يأذيه في لقمه عيشه، واحد ليه عند واحد حاجه يجري يأذيه في لقمه عيشه، واحد في بينه وبينه كلمه يجري. طيب يا جماعه المسؤولين دي مش فاضيه، المسؤولين مش فاضيين للكلام ده. هيشوفوا مصالحهم ولا هيقفوا في الكماين ولا هيطلعوا بره ولا هيروحوا فين؟ انا اعرف الراجل اللي بيجري على الحاكم ده
ده بالنسبة لي أنا ما بيبقاش، يعني أنا مش عارف، يعني مش عاوز أزود في الكلام، على أساس في ناس بتاكل عيش، في سواقين وأصحاب سيارات محترمين هناك بياكلوا عيش، كل صاحب عربية عنده أسرة واتنين وعنده بيوت مفتوحة، وكل سواق عنده بيت عنده 5 عيال ولا 4 عيال، هيجيبوا منين؟ اما نشيل الناس دي ولا نوديهم هيجيبوا منين؟ ما احنا عاوزين نفهم يا جماعة، بس الناس دي هتجيب منين؟ يا ريت فريق الكنترول يطلع يسمعني تقرير خارجي من داخل احد المواقف بنطاق حي السويس، ونرجع تاني عشان نسمع السادة المسؤولين اصحاب السيارات هناك والسواقين والناس، وهي بتقول احنا واقفين بقالنا 30 سنة و25 سنة وما فيش حد هنا رد. انا يعني انا اللي نزلت عملت التقرير بنفسي، انا مقدم البرنامج، نزلت بكاميرا برنامج الجريء، نزلنا في الشارع عشان نشوف ايه الكلام هناك. يا ريت لو انت جاهز طلعني نشوف التقرير، طلعني نشوف التقرير ونرجع تاني. انا احمد صلاح وصاحب انا عربيات، معايا عربيتين هنا شغالين في الموقف. انا عاوز قبل كل شيء، النهارده في خلافات في الموقف؟ لا مفيش خلافات، مفيش اي خلافات. انا من 2007 في الموقف. في حد هنا بياخد على اصحاب السيارات او مثلا السواقين بياخد منهم فلوس عافيه؟ في حد مثلا من بره بيجي يبلطج على السواقين الكلام ده؟ لا مش موجود الكلام ده، ولو موجود الكلام ده احنا مش هنشتغل. تمام. لو موجود الكلام ده احنا مش هنشتغل اصلا هنا مع بلطجيه. لو في بلطجيه مش هنشتغل مع بلطجيه. يعني انتم لان احنا مش بلطجيه، كلنا اصحاب عربيات وكلنا ناس محترمه وناس كويسه هنا، مش احنا لو في بلطجيه هنا احنا مش هنبقى وصيهم، مش هنقعد في وصيهم ولا هنشتغل معاهم. يعني مفيش اي مشاكل؟ لا مفيش اي مشاكل، والناس كلها على علم بالكلام ده. اشكرك. كلمني النهارده في حد بيجي الموقف هنا بيغلس على اصحاب السيارات، بياخد حاجه من حد الكلام دوت، وعرفني بقالك قد ايه في الموقف؟ أنا بقالي أكثر من 25 سنة في الموقف دوت. تمام. واخد بالك؟ لحد لما الموقف الأصلي اتشال من هنا، وإحنا ناس كنا أصلاً عجل مترخص رحلات وبنشتغل مصر رمسيس. أصبح الموقف العمومي ما فيش رمسيس، فيه المرج والمنيب بس. تمام. إحنا هنا بنشتغل رمسيس وبنودي الزبون لحد محطة رمسيس. أكثر من كده ما فيش. هم قالوا عليه موقف عشوائي بس ما فيش، الناس كلها اقول لك مسؤولين نفسها بتيجي تركب معانا هنا عشان تروح رمسيس. تمام. من قلب المحافظه، اكتر من كده ما فيش. دوركم اتجاه الدوله ايه؟ اما بيحصل مثلا، انا شفت اخر مره كده صورت انا فيديو كان في ضرب ازاز وطوب، طبعا انتم خدتم عربيات السويس مصر اللي هي سياراتكم الملك، بقيتوا تودوا السلام، بتودوا السادات، بتودوا هنا. اشتغلنا وحلينا الازمه ديت وودينا الناس لحد اي موقع رايح. يعني الموقف ما فيهوش مشاكل؟ لا ما فيش مشاكل. اشكرك. ممدوح، انت سواق هنا في الموقف؟ انا سواق من اقدم السواقين، انا من سنه 90 بالظبط وانا هنا في الموقف. من سنه 90، يعني دخلت لك في حوالي 30 سنه ولا 28 سنه؟ 28 سنه. طيب هنا في مشاكل في الموقف؟ لا احنا طول عمرنا مع بعض، ما شفتش مشاكل على تاريخ الفتره اللي انا قاعد. مشاكل يعني العاديه، دور بتاع الكلام ده، لكن في ناس معانا بتنظم لنا الدنيا، وناس كويسه معانا وناس محترمه. يعني الناس اللي بتنظم لكم الدنيا دي، في حد بياخد منكم حاجه عافيه حاجه فيه؟ لا ما فيش الكلام ده. مننا فينا ناس، يعني مش ناس مثلا كده ولا كده، ناس محترمه معانا يعني جايبه ورقه، انت فلان ورا فلان وفلان ورا فلان، عشان احنا بنختلف على حته اليمين ورا مين، فهم بينظموا لنا حته ايه ان ده ورا ده وده ورا ده، فدي كويسه لينا احنا بالنسبه لنا عشان ما حدش يختلف على دور التاني. يعني ما فيش حد بياخد منكم حاجه عافيه ولا ما فيش الكلام ده؟ لا ولا حد بيبلطج عليه؟ بلطج؟ هو في حد بيبلطج على سواقين يا سيادتك؟ مفيش حد بيبلطج على سواقين. طب ايه دوركم اتجاه الدوله اما الدوله بيحصل فيها حاجه؟ مصر احنا والحكومه هنا وكل الناس عارفانا في السويس ان في اي حاجه بتحصل بيستعينوا بينا فيها. تمام. انتخابات بيتصلوا بينا وبيتصلوا بالناس المنظمه لينا اللي هم اللي ماسكين ورقنا ده، وبييجوا واخد بالك، عايزين عربيتين، عايزين 5، عايزين 3، عايزينكم معانا، بنروح بجسمنا، بنروح بعربياتنا، بنروح بكل حاجه. ما عندناش اي مشاكل يعني. اي شكوى عندك؟ لا ما فيش شكوى عندي، الدنيا ماشيه و100 فل و14 وما فيش مشاكل عندنا. يعني في حد هنا بيجي واخد بالك بيغلس
بيتنافس عليك مثلا بيجي يفرض عليك حاجه الكلام دوت؟ لا ما حدش بيفرض عليا حاجه من 25 سنه واحنا هنا ما حدش فرض علينا حاجه. انتوا مجموعه مع بعضكم؟ مجموعه مع بعضنا شغالين وفي واحد بيظبط لنا الكشف عشان ما حدش ياخد دور حد والدنيا ماشيه معانا 100 فل 14 ما عندناش شك. اشكرك. النهارده في حاجه واخد بالك في الموقف؟ في حد؟ لا احنا كلنا اصدقاء مع بعضينا وبنحب بعض والموقف تمام شغال تمام ومفيش اي مشكله بالنسبه لينا يعني. شغالين في المواقف كويسين مع بعضينا زمايل بعضينا وبنحب بعضينا. كلنا مع بعض زمايل. وفي واحد بيرتب لنا الموقف كده وانت بياخد يعني ايه بيظبط لنا الدور عشان السواقين ما تمسكش ببعضها وبتاع. لا 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 كله تمام كله تمام الحمد لله بقالنا 25 سنه شغالين بهذا الحال دوت. زمان بعضينا احنا كنا بنحب بعض يعني. في حد هنا سمير بياخد منكم حاجه بيبلطج عليكم؟ في حد بيعمل معاكم مشاكل؟ لا والله احنا هنا الشغل معانا مظبوط والدنيا تمام وحتى لما بيتطلب مننا اي خدمه جهه الحكومه بنقوم بيها. بنطلع عربيه طلب منا عربيه اثنين ثلاثه بنطلع كلنا بنفس راضيه وكلنا هنا زمايل والوضع معانا هنا كويس. مشاهدينا الكرام عدنا اليكم من جديد. طبعا شفنا تقرير خارجي بكاميرا برنامج الجريء من على ارض محافظه السويس وتحديدا من داخل احد المواقف وهو موقف السادات بورتوفيق رمسيس السلام. زي ما احنا شفنا سمعنا عشان الناس اللي عماله تبعت انا بتكلم مخصوص الكلام ده الناس اللي عماله تبعت رسائل لفريق الاعداد ولصفحه برنامج الجريء اللي فيه بلطجيه في الموقف وفي ناس بتاخد فرده وفي ناس بتاخد فرده على السواقين والكلام ده. شفنا اصحاب السيارات قالوا ايه؟ ما قلناش حاجه من عندنا. شفنا السائقين قالوا ايه؟ ما قلناش حاجه من عندنا. منهم سائق بيقول هو في واحد بياخد فرده على سواق سمعنا امامنا ولا رحنا جبنا حد حفظناه قلنا له قول ايه ولا لينا علاقه بالكلام ده. يا جماعه عندنا قيادات سياسيه في محافظه السويس محترمه من اول موظف صغير لغايه يعتبر رئيس جمهوريه السويس وهو محافظ السويس تحت تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان كل محافظ بلد هو رئيس جمهوريه المحافظه. يعني مفيش أشياء بتخش ولا بتطلع إلا بعلم السيد المحافظ. عندنا من أول عسكري لحد السيد مدير الأمن عندنا ناس كلهم محترمة. عندنا إدارة مرور محترمة. السيد قائد المرور هيعمل إيه؟ هيقف عند الشركات للموظفين اللي طالعين الصبح عشان ينظم الحركة المرورية. الراجل بشوفه قائد المرور وانا ماشي بلاقيه واقف في الشارع الصبح العصر الظهر بالليل. هنعمل ايه واحنا طالعين اصلا من يعني شوية مأجورين كانوا عاوزين يوقعوا البلد وشفنا ضرب الازاز وضرب الطوب وشفنا اللي حصل ايه. شفنا واحد زي محمد علي قاعد بره بيشوه في صورة مصر. أول ما بدأ قالوا انزلوا يا سويسة. بيتكلم على السويس. أنا أحب أقول لمحمد علي السويس بلد الصمود بلد الرجالة بلد الأبطال بلد المواني بلد البترول. السويس من أغنى المحافظات. السويس مش بلطجية. مفيش حد في السويس بلطجي. السويس بلد الحروب. السويس عانت. النهارده الدوله بتبص للسويس. قعدنا نناشد ونقول في كل حلقه من جميع القنوات الفضائيه من داخل مدينه الانتاج الاعلامي بقالنا 6 سنين قعدنا نناشد على طريق السويس اسماعيليه. وكل التحيه والشكر والتقدير الى فخامه الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي تحت توجيهاته وتعليماته للسيد الفريق كامل الوزيري. وطبعا كل الشكر للسيد اللواء اركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس على الرساله اللي وصلها للسيد الرئيس على طريق السويس اسماعيليه. الحمد لله طريق السويس اسماعيليه بداوا فيه والمعدات هناك
وكله هيترصف، هيبقى طريق عالمي. النهارده السيد الرئيس ودولة الرئيس ودولة رئيس الوزراء بصت للسويس من بنية تحتية لمواسير صرف لرصف الإنارة. يعني مصر في المقدمة بالمشاريع الضخمة الكبيرة. عشان أنا هطلع في الفقرة التانية أجيب ضيفي، هنتكلم على رجال الشرطة ورجال الجيش والإنجازات من بعد الثورة و30 يوليو لحد الآن، وهنعرض برضو فيديوهات. بقول السويس فيها رجالة ما فيهاش بلطجية، يا ريت ما حدش يجري على كل حاكم ولا كل مسؤول ويقول له ده بيبلطج ده، لا دي ناس بتاكل عيش وناس فاتحة بيوت، وما فيش هناك في السويس بلطجية، علشان احنا في بلد محترمة. السويس بلد محترمة، السويس عانت كتير. احنا لما طلعنا شفنا التقرير من داخل موقف السادات بورتوفيق السلام، الناس دي الموقف امامكم على الشاشة اهو، الموقف امامكم، الناس اللي في الموقف دي الرجالة، احنا بنخدم الناس دي لوجه الله، لا نريد منهم جزاء ولا شكورا، الحمد لله، ولا صبعنا تحت درس حد، ولا عينينا من ازاز حد يعرف يكسرها لنا، ولا على راسنا بطحه. احنا بنقول للوحش انت وحش امامه، ما بنعرفش نجيب سيره حد بوحاشه، انت مخطئ بنقول لك انت مخطئ. الناس اللي في الموقف دي انا صورت لهم فيديو من شهر ونص ولا شهرين، لما الشباب الصغيرين كانوا بيضربوا طوب، الناس دي طلعت مرضتش تطلع مصر، وطلعت حملت السلام بورتوفيق السادات، واخدوا السيارات بتاعتهم باصحاب الموقف هناك، بالناس اللي واقفه في الموقف، بالناس اللي ماسكه الكشوف، بالسواقين، بالناس دي كلها، بقى يركبوا اهالينا، بناتنا، ابنائنا، ابهاتنا، كانوا خايفين عليهم وكانوا بيركبوهم يودوهم لغايه بيوتهم، مرضوش يحملوا ولا السويس ولا رمسيس ولا الكلام ده، اشتغلوا داخلي، قعدوا اكتر من 20 يوم حالهم واقف، وما بيطلب منهم اي حاجه بيعملوها اتجاه الدوله، ومش علق تاني، انا مش علق تاني. يا ريت فاصل بقى. مشاهدينا الكرام، ما عدنا اليكم من جديد. النهارده معانا ضيف الحلقه الحاج مصطفى أبو غبان، رجل الأعمال السويسي والقيادي الشعبي المعروف طبعا بمحافظة السويس، طبعا رجل الخدمات وليه دور كبير جدا في محافظة السويس من ثورة 25 يناير حتى 30 يونيو، ومعروف بقربه مع القوات المسلحة المصرية. مرحب بيك يا حاج مصطفى. اهلا وسهلا استاذ هاني، مرحب بيك واهلا بمشاهدي قناه الصحه والجمال، نور الدنيا كلها. حاج مصطفى، كلمني بقى، او ما هو رايك من 25 يناير 30 يونيو حتى 2019 2020؟ في الحقيقه انت بتفكرني بذكريات جميله جدا وغاليه جدا، وفتره من احسن الفترات اللي مرت بيها محافظه السويس وانا شخصيا. بس في البداية عايز أقدم شكر خاص للجيش الثالث الميداني، جوهرة القوات المسلحة المصرية والقياداته من أيام 25 يناير إلى تاريخه. ليه؟ لأن بصمات الجيش الثالث الميداني بانت، وبانت الأصالة بتاعة الجندي والضابط والقائد المصري في الفترة دي. طبعا معروف ثورة 25 يناير وما أعقبها من انفلات أمني وخوف وفزع، وكلنا شفنا الناس إزاي بتنزل تحافظ على بيوتها في الشوارع وكده، إلى أن أتى الفرج من عند الله سبحانه وتعالى ونزل الجيش ممثل في الفرقة 19، وكان القائد الفز العظيم اللواء محمد رأفت الدش واللواء عاهل العربي كرئيس أركانه. أنا أتذكر الأيام دي كويس قوي كأنها امبارح، يعني
ما انا مش ممكن انساها لا انا ولا غيري، الناس كلها تفتكر، اللي سامعاني دلوقتي تفتكر الكلام دوت. وكان قائد الجيش في الفتره دي سياده الفريق صدق صبحي، ورئيس اركانه سياده الفريق اسامه عسكر. ملحوظه كده برضو احب افكر الناس بيها، ان كل القاده العظماء اللي ماسكين قياده القوات المسلحه حاليا او معظمهم كانوا من ابناء الجيش الثالث المدني، وكانوا ابطال ملحمه ثوره 25 يناير وثوره 30 يونيو وما يعني وما بينهم وما بعدهم. نزلت الفرقه 19 سيطرت على الوضع، قابلها الشعب بترحاب كبير جدا بالولود، وحصل تلاحم جامد بين الشعب وبين الجيش. وبعدين في الفتره دي كانت عارف مصر مستهدفه والسويس بالذات محطوط عليها، حصل بقى ان القوات المسلحه تدخلت تدخل جميل جدا مع الناس. في الفتره دي كان في ايادي خفيه بتحاول تدمر السويس وتدمر مصر بمعنى اصح. نعم. شفنا اكبر فتره اضرابات في الشركات على مستوى السويس كلها في الفتره دي، شفنا اكبر فتره اضرابات فئويه اتعامل معاها سيادة الفريق صدقي وسيادة الأسامة اللي هو فريق أسامة عسكر في الوقت دوت بشيء من الحكمة، ان هم نزلوا ناس من القوات المسلحة. لما الجماعة بتوع المخابز عملوا اضراب نزلوا ناس من المخابز، لما الاطباء عملوا اضراب نزلوا ناس من الاطباء، لما العمال عملوا اضراب بعتوا ناس من القادة، تفاهموا بين اصحاب المصانع والعمال ووفقوا بينهم لغاية ما جت الفترة بتاعة 30 يونيو. الفترة دي مصطفى انت تم تكريمك من قبل وزارة الدفاع المصرية تمام وجامعة السويس، مظبوط الكلام تمام ده؟ تمام تمام. انا حصلت الحمد لله على درع القوات المسلحة من سيادة الفريق صدقي، وشهادة تكريم، وشهادة تكريم من سيادة الفريق أسامة عسكر على دوري في جامعة السلاح. كنت انا وكان معايا ناس بصراحة من السويس، الحاج اسماعيل رضوان، وكان الاخ احمد القط، مجموعه كبيره كانت من الناس بتلم السلاح الشارد. الناس دي كانت اوفياء جدا في الفتره دي، ولا زالوا لغايه دلوقتي بيلموا السلاح الشارد ويودوه. السلاح اللي احنا جمعناه كله من الناس وديناه عملنا بيه معرض كبير في قياده الجيش الثالث، حضر القائد العام للقوات المسلحه. ما هي ذكرياتك عن تواصل الجيش والشعب يعني في الفتره من بعد 25 يناير؟ ايه هي ذكرياتك؟ كم ذكرياتك؟ ذكريات جميله جدا، اتعلمت حاجات من القاده في القوات المسلحه في الجيش في الفتره دي، لان يعني الجيش في الفتره دي ضمد جراح الناس كويس قوي وتعامل مع الاحداث بذكاء عالي جدا. الفتره دي اعقبت تولي سياده الفريق صدقي رئاسه الاركان في الجيش، والرئيس عبد الفتاح السيسي كان القائد العام للقوات المسلحه. سيادة الفريق أسامة عسكر تولى قيادة الجيش الثالث، تعامل مع الأحداث وكانت أحداث خطيرة جدا لأن كانت فوضى، تعامل معها بكياسة عالية قوي هو والمجموعة اللي كانت معاه من القادة. أذكر منهم سيادة اللواء عبد الناصر العزب، سيادة اللواء محمد عبد الله، سيادة اللواء عاهر العربي، سيادة اللواء محمد رأفت الدش. صور التكريم واخد بال حضرتك؟ تمام. سياده اللواء خالد قناوي قائد الجيش الحالي الموجود. الناس دي كلها شالت مشاكل الجيش على كتفها بطريقه يعني ما عندكش فكره، جامده جدا. بدا سياده الفريق اسامه عسكر يعني باوامر او بتوجيهات من القائد الاعلى العام للقوات المسلحه، كان المشير عبد الفتاح السيسي ساعتها، بإنشاء عدة مشروعات لأبناء السويس. المشروعات دي ما اتنشأتش في السويس من أيام نشأة السويس نفسها ولا شركة. يعني معايا يعني مجموعة صور شهادة تكريم لحضرتك، يعني أمام حضرتك أهي على الشاشة. تمام. طبعا من قبل وزارة الدفاع وجامعة السويس. تمام. وطبعا يعني يا ريت فريق الكنترول يعرض لي انجازات برضو رجال القوات المسلحه، منهم تحت تعليمات السيد فخامه رئيس الجمهوريه، من انجازات الفريق اسامه عسكر منذ توليه يعني قياده الجيش الثالث الميداني، يا ريت نشوفها. يعني انا عايز اتكلم مع حضرتك اقول لك ان سياده الفريق اسامه عسكر لما تولى قياده الجيش كان في بدايه اول مشروع اتعمل اسواق بدر، وكان مبنى صغير كان عامله سياده الفريق صدقي
تم تطويره مرتين في عهد سيادة الفريق أسامة عسكر. وأسواق بدري دي ظبطت الأسعار لأنها جت في فترة يعني فارقة في التاريخ، كان كل حاجة بتغلى، فكانوا هم بيبيعوا حاجات رخيصة ومتعمدين كده، فكانوا التجار في الأربعين وفي السويس وكده يبيعوا إنجازات طبعا بنفس الأسعار دي أو أقل منها. الإنجازات أمامنا أهي طبعا على الشاشة، منها اللي أمامنا دي يعني أسواق بدر ومنتزه بدر ومدرسة مدرسة بدر الدولية اللي هي بدر الدولية اتعملت ده على مساحة 120 فدان، كلية الطب مجمع مجمع الطبي لجامعة السويس، وده القوات المسلحة ساهمت تبرعت بيه ب 69 فدان لجامعة السويس، وكان سيادة الفريق أسامة عسكر يعني ورا الموضوع ده ان هو يتبرع بالارض دي للجامعه واتنشأت فيها فعلا كليه الطب. هي المجمع الطبي ده خمس كليات: كليه الطب، كليه الطب الاسنان، كليه التمريض، كليه العلاج الطبيعي، وكليه الصيدله. اتعملت كليه الطب دلوقتي حاليا الناس بتشوفها خلاص يعني تقريبا هتتفتح الايام اللي جايه دي. ثم كنتوا بتلموا السلاح مثلا، كنتوا بتخدموا الجيش او الشرطه؟ طبعا كان طبعا الكلام ده بتودوه للجيش عشان الحاجات دي كانت بتضر المصريين طبعا. طيب انت كان بتلموا الكلام ده انت والحاج اسماعيل رضوان صاحب شركه الرضوان طبعا. طبعا مش عاوزين برضو نذكر اسماء، يعني كان الكلام ده بموافقه من الجيش نفسه او القوات المسلحه؟ طبعا احنا سياده الفريق صدق صرح لنا انا والحاج اسماعيل وسياده الفريق اسامه ان احنا نلم السلاح، لان الفتره اللي عقبت الثوره كل بيت في السويس تقريبا كان فيه سلاح، ولو ما لمناش السلاح ده كانت بقت مشاكل جامده جدا. تعرف يا استاذ هاني فتره ثوره ما بين ثوره 25 يناير ل 30 يونيو السنه دي 13 حادث طار في السويس حضرها الفريق صدقي وحضرها. بس انا معايا مداخله هاتفيه من الحاج اسماعيل رضوان فضل. صاحب شركه الرضوان فضل. للتوريدات والمحاجر في محافظه السويس. مرحب بيك يا حاج اسماعيل. مرحب بيك يا استاذ هاني. حاج اسماعيل احنا النهارده ضيف الحلقه الحاج مصطفى ابو غبان. طبعا لو حضرتك في امام الشاشه او في مقرر خارجي الراجل بيتكلم بيقول اللي انتم من بعد 25 يناير حتى الان بتلموا السلاح وبتسلموه للجيش باوامر من السيد الفريق اسامه عسكر تحت تعليمات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. كلمني بقى بتكمله الحاج مصطفى. والله يا استاذ هاني احنا لغايه من ساعه زمن احنا لسه مودين عربيه متفجرات وفروده وذخيره لسه من ساعه زمن. طيب يا حاج اسماعيل الدوله او مصر رايحه بينا على فين؟ عرفنا. مصر رايحه بينا على خير وعلى انفتاحه جميله. السيد رئيس الجمهوريه صراحه بصر السويس بصه ما فيش حد بصلها من 30 سنه يا استاذ هاني، واللي بيتعمل في السويس النهارده باوامر السيد رئيس الجمهوريه وتحت تعليمات السيد المحافظ عبد المجيد صقر حاجه ما شفناهاش من 30 سنه ولا هنشوفها، وكل يوم بنشوف جديد صراحه. سياده المحافظ بدا يشتغل جوه البلد داخلي. حاج اسماعيل يعني ما شفناش محافظ يا حاج اسماعيل في الحواري الداخليه. ما هو رايك في انجازات محافظه السويس والتطوير الحالي؟ ايه رايك في انجازات محافظه السويس والتطوير الحالي؟ والله يا استاذ هاني اللي انا شايفه ان سياده المحافظ بيعمل عمل ما فيش محافظ عمله قبل كده. احنا ما شفناش محافظ اشتغل في حواري البلد الداخليه في تاريخ حياتنا، ولا حد سفلت البلد من الداخل في تاريخ حياتنا، ولا حد بيدي الالوان بتاعت البلد داخلي مش على العمومي بس في تاريخ حياتنا. صح. شكرا. الاتصال فصل. قبل ما نختم حلقتنا ايه رايك في دور المحافظه وانجازاتها ودور رجال الشرطه واتكلمنا على الجيش؟ حاجه بس في عجاله حاجه جميله جدا بتحصل زي ما الحاج اسماعيل اتفضل وقال. الناس شافت الكلام ده والناس حست الكلام ده حاجه ملموسه. المحافظ عبد المجيد صقر فكرنا بايام اللواء حسين شانون الله يرحمه. الراجل ده توفى والناس فاكراه لغايه دلوقتي وفاكره انجازاته الفتره اللي عدا. نفس القصه بيعملها اللواء مجيد صقر شغال. خلي بالك ثوره العمران في السويس بداها الجيش الثالث الميداني زي ما قلت لحضرتك بتوجيهات من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا زالت لغايه دلوقتي
الجيش بيساعد برضو في إعمار البلد وفي توضيب البلد. زي ما قلت في بداية الحلقة، سيادة الفريق أسامة عسكر أيام ما كان قائد جيش عامل مشروعات كبيرة قوي في السويس، أسواق بدر، المستشفى العسكري اللي بتعالج المدنيين، مركز الأورام، المدرسة الدولية. قبل منهي، السويس بلد جميلة، تمام، محافظة محترمة، محتاجات حلقة يعني محتاجة حلقة واثنين وثلاثة ومئة حلقة. تمام. السويس بلد الصمود، ونقول تحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مشاهدينا الكرام، خليكم معانا على وعد اللقاء في حلقة أخرى. وآخر كلامي، الله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.